أصدقائنا الأعزاء، خرجنا اليوم بعد أن توقف تساقط الثلوج ووصلنا إلى أحد الساحات الرئيسية في يريفان، وصورناها لكم لتستمتعوا بجمال الطبيعة هنا. لو كنتم من محبي هذا النوع من الطقس البارد ومشاهدة هذه الثلوج، يمكنكم أن تتصلوا بنا عبر الرقم المعلن أسفل الشاشة. سنكون في استقبالكم في حالة وصولكم إلى مطار أرمينيا، ونهيئ لكم السكن المناسب، ونهيئ لكم سيارة مع سائق زائد مرشد عربي متمرس. استحضارات أرمينيا في كل ساحة موجودة لاستقبال العام الجديد. إن شاء الله يكون عام 2017 عام السلام وتحقيق الأماني للجميع. تقبلوا تحيات أرارات للسياحة.